قول ارحل. قول ارحل والله. بعد السوق. مش هيشوفك هو. سيدنا انت اللي خليت انت اللي سمتني وانت اللي خليتني اسمع بدو وما تسيبنيش. احنا بنحبك سيدنا وهتمشي وتسيبنا. انت اللي خليت انت اللي سمتني وانت اللي خليتني اسمع بدو وما تسيبنيش. مش هيمشي هم يمشي. لا قداسة البابا نفسه اللي هو يعني عايز يطيح بالأنبا بنوه، هو نفسه اللي جاب الأنبا بنوه بسبب بسبب اختراق، لأن الأنبا بنوه جابوا يصلح الأمور ويمنع الاختراق ويمنع ان الناس تيجي زي القصة اللي عايزين يفردوه او الشخص اللي عايزين يفردوه. بصوا بقى نيافة الأنبا بنوه، البابا بيتكلم على الأنبا بنوه. وخدم سابقا في كنيسة الملاك بحر السكنين، وكانت الكنيسة ترسله لكي ما يخدم في منطقة المقدس. البابا تودروس بيحكي عن الأنبا بنوه. هو على دراية واسعة. دراية واسعة. المنطقة. وقد امتد، لأن هو له في الدير سنين طويلة، أظن 21 سنة.
يرسل أسقفا عاما لخدمة منطقة المقدم وما حولها. هذه المنطقة تحتاج إلى جهد شديد في عمل التنظيم. تنظيم الخدمة. والآباء الكهنة في هذه المنطقة يعرفونه. خلي بالك. ولذلك هذا سيسهل عمل الخدمة وعمل نظام للخدمة في هذه المنطقة بحيث لا ينسى أحد. وأتمنى في ظرف شهور قليلة أن يتمجد الله معهم وأن تبدأ خدمة. شايف؟ المقدم أنا أقصد بها مساحة واسعة يعني. المساحة واسعة. يحتاجون هناك إلى كهنة. كهنة؟ يحتاجون إلى خدام. الأهم أنهم يحتاجوا إلى نظام وإلى التزام. نظام والتزام. يحتاجوا إلى نظام في الخدمة وإلى التزام بالطابع الأرثوذكسي. طابع الأرثوذكس؟ طابع الأرثوذكس؟ يعني البابا بنفسه قال طابع الارثوذكس. قداستك يا قداسة البابا بتقول احنا رسمين الانبا ابانوب عشان كده علشان الطابع الارثوذكس في الخدمة. طب ازاي تمشي لان هو وقف ضد ناس لهم طابع غير ارثوذكسي لهم توجهات لا طائفية بقولين عن الكورال محدش يرنم هنا ويكون بيرنم في كنيسة غير كنيستنا القبطية الارثوذكسية ويكون مشهود له بانه مواظب على الاعتراف والتناول لناس ما تعرفش ايه هي الاعتراف والتناول بقالها سنين وبترنم هنا التصليح مستمر ولن اقبل بوحده ولو كانت قريبه حد من الموصولين في الكنيسه انه يرنم على المنابر الغير ارثوذكسيه ويجي كوت شعب هنا ما يتمنهوش. الرعايه في بيوتكم انت شفتوها امبارح على طول واحد من الاخوه الخدامه اللي معايا امبارح بس بلف واحده بتقول لي بقالها اكتر من 5 شهور ما بتعترفش ولا تتناول. قلت لها ليه يا ماما انت ما بتجيش الكنيسه؟ قالت لي لا بروح يا سيدنا. قلت لها بتروحي ازاي بتروحي ما بتتناوليش بقالك 5 شهور 6 ولا 4؟ قالت لي لا ده انا حتى ما انا بروح بس بحضر في النمو. قلت له اهلا يا استاذ عاصم اسالوه انتوا عندكم الثبات في المسيح والنمو ملوش دعوه بالاعتراف والتناول؟ أين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هذه المنطقة؟ أين هي؟ يا أحبائي أنا عايز واحد في المنطقة يقول على أي قرار خدته خارج نطاق مطالب الكنيسة بتاعتي أو إرادة الشعب بتاعي. أنا ما بعملش غير القرارات خارج نطاق إرادة كنيستي أو مطالب كنيستي أو إرادة شعبي وماضي في طريقي مهما كان الثمن بنعمة المسيح وبمحبتكم الكبيرة. هل قداستك بتخطط لمشروع الوحدة اللي هو ممكن يطيح بوحدة البلد كلها واحنا مش عارفين بالزبط. اختراق يعني انا طبعا لا يعني انا غير موج يعني الناس بتقول كده الناس بتقول انك بتسعى وتهرول للوحدة ولكن انا اربق بقداستك انك رجل لانك انت رجل وطني رجل المفروض انك مع الكنيسة ووحدة الكنيسة والايمان الارثوذكسي وتكون رافض للوحدة ورافض لاختراق كنيستك لأنك قلت أنك أنت كاهن أرثوذكسي وأنت متمسك بالإيمان الأرثوذكسي لآخر شعر ولو تخليت عن إيمانك الأرثوذكسي تبقى خاين للإيمان. أنت قلت بنفسك كده أنا كاهن أرتدي زي الكهنوت الأسود وضعت علي اليد فصرت مسؤول تماماً عن أرثوذكسية كل شيء أنا بقدمه والانحراف ولو بقدر شعرة عن هذا غير مقبول غير مقبول غير مقبول وتعتبر خيانة للدين خيانة للدين خيانة للدين خيانة للدين. طب إزاي تجيب واحد يحافظ على الإيمان الأرثوذكسي وتمشيه عبر لجنة فيها شخص اللي هو سكرتير المجمع المقدس مع احترامنا الكامل له له توجهات قال نفرط في الإيمان نتنازل عن الإيمان جوهر الإيمان شكك في تعاليم السيد المسيح بخصوص لا طلاق إلا لعلة الزنا وقال هنخربها. طيب تعالوا نسمع يا جماعة الباقي. بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حسب الإيمان الأرثوذكسي تخدم بطريقة تمجد اسم الله بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حسب الإيمان الأرثوذكسي. رجعنا اللائحة الأساسية للمجمع إن من حق الشعب اختيار رعي بالظبط وده كلام موجود في الدسكولية والناس كلها وهنا بنيابة الأنبا الأخ الفاضل المحترم
شحات المقدس نقيب زبالين مصر قال مليون واحد ورا نيافة الأنبا أبانوب وبيساندوه رافضين هذا القرار بالظبط. وبالتالي إنه محاولة فرض شخص له توجهات غير أرثوذكسية وبقرار من قداسة البابا اللي هو أصلا جاب الأنبا أبانوب علشان ينقي المنطقة من الاختراق البروتستانتي واختراق شهود يهوى زي ما قال المعلم شحاتة المقدس، ده قداسة البابا التاريخ بيسجل عليك ونحن نحترمك ونقدرك ومش عيب جدا. البابا كيرلس الرابع قيل عنه انه هناك قرارات تراجع فيها لاجل صالح شق الكنيسة اخطر على البدعة وتعليم الكتاب المقدس والاباء وفقا للقديس يوحنا زابيل فم، قال ان شق دم الشهادة لا يمحو خطية الشقاق في الكنيسة. طيب نسمع نيافة الأنبا أبانوب كان من الأساقفة المعترضين على بعض المتكلمين في سيمينار 2024، وكان في برضو ناس بتقول هو البابا يعني بيتم تهديده علشان أو بيتم يعني إقصاؤه وعزله من أبرشيته أو المقطم علشان الأسقف المعترضين اللي طلعوا بالصوت والصورة على بعض المتكلمين اللي هو جورج موريس فالتس وي دكتور سينوت دلور شنودة. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. تابعت بشغف اخبار السيمينار اللي هينعقد الشهر القادم نوفمبر 2024، وعرفت ان بعض الاباء المطارنة والاساقفة معترضين على بعض المتكلمين اللي لهم عقيدة تخالف عقيدتنا القبطية الأرثوذكسية وتخالف إيماننا الأرثوذكسي، وأنا بشكرهم جميعا على محبتهم وغيرتهم على كنيستنا وعلى إيماننا الأرثوذكسي اللي تسلمناه عبر الأجيال على بحور من الدم، وأضم صوتي لصوتهم وبعترض برضو معاهم على المتكلمين دول، وربنا يحفظ كنيسته بيمينه الحصين، وبقول لهم من كل قلبي ربنا يبارك في حياتكم ويجعلكم سبب بركة للكنيسة بتاعتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. الأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس المقدسة. نيافة الأنبا أبانوب شهد شهادة حق، هو من حقه يعترض على بعض المتكلمين، هل هو مش بذاته يا جماعة، هل مشوا علشان هو يعني مع أن قداسة البابا قال أن يعني من حق كل واحد يعبر عن رأيه، يعني برضو لازم نخلي بالنا يا جماعة، لازم نخلي بالنا، يعني الموضوع خطير، والكنيسة لو بدأ يستلموا أباء الكنيسة الأمناء ده المفروض يتحاكم اللي هو حاكم نيافة الأنبا أبانوب اللي هو كان في اللجنة اللي هو نيافة الأنبا دانيال، بسبب يعني قداسة البابا لو هو غيور على الكنيسة يقول للأنبا دانيال يحكموا بسبب الكوارث التي نشرناها أمس في حلقة، كوارث إيمانية تمس جوهر الإيمان، وسيبوا يحاكم الناس كمان. يعني تخيل واحد إيمانه منحرف. أنا بشكر شعب المؤطن لدعمه نيافة الأنبا أبانوب يا جماعة، أنا بشكرهم شكرا جزيلا، ويا ريت كلكم تكونوا في دير سمعان الخراز الآن ودعموا. لا 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 ثانية واحدة، لا ما مش هيعملوا حاجة ثانية، إحنا هنا بيصلوا، ما هم بيصلوا الآن، نحن ضد أي تظاهرات، ضد أي تظاهرات، ما بس في الكنيسة قاعدين في الكنيسة، في الكنيسة هتطلبوا مطالب سلمية، أنت معروف عنكم السلمية والوطنية، مش هيعملوا حاجة، ولكن أي تظاهرات خارج الدير يا جماعة إحنا في وقت حرج، خليكم جوه الدير، خليكم جوه الدير، في وقت حرج أعداء الوطن يتربصون به، ممكن يندس أعداء الوطن صح ويستغلوا هذه التظاهرات، ولكن أنا أثق إن قداسة البابا هيسمع صوتكم ويغلب صوت العقل وصوت الإيمان الأرثوذكسي أكيد، ويحترم مليون مسيح من المقطم مطالبين بالإبقاء على نيافة الأنبا أبانوب. خلي بالك ده قيل عن البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح إنه كان شخصية قوية وكان لا يعتد برأيه، يعني ما مش عندي، وكان لو وجد إن في نفسه أو قرارا أخطأ فيه يتراجع عنه ببساطة. قيل عن بابا كيرلس إيه المشكلة؟ خد قرار خاطئ ويرجع في قراره، إيه المشكلة؟ طيب كان في بوست مهم جدا منتشر على السوشيال ميديا في عجالة كده كانوا بيقولوا الحكاية كالآتي، كانت هناك محاولات مستميتة
لرسم 4 كهنة جدد في المقطم لهم بروتستانتية لا طائفية، وأيضا رسام الدكتور صمائيل لبيب زوج ابنة أبونا المتنيح سمعان إبراهيم. وطبعا اعترض الأسقف الغيور سيدنا الأنبا أبانوب على هذه الرسامات. تم استدعاء سيدنا من قبل 3 أساقفة هم الأنبا دانيال والأنبا يوليوس والأنبا غبرييل، وتم مناقشته في هذا الأمر برفض هذه الرسامات التي ستعيد المد البروتستانتي بدير سمعان الخراس بالمقطم مرة أخرى. فصدر الأمر وتم إجبار سيدنا للرجوع للدير ليفسح لهم الطريق لتنفيذ ما يريدون أن يفعلونه. خلاص كده؟ خلاص كده؟ هي كده خلاص كده؟ يبقى هنا إذن يا جماعة هناك مخطط لاختراق لكي تصبح المقطم بؤرة طائفية.